طيب بشكل عام دكتورة، يعني في موضوع المرأة في مصر القديمة، هل فعلا كانت بتتميز بالاستقلالية وأنها كمان ممكنة يعني بالتمكين في المجتمع؟ ممكنة جدا المرأة في كل العصور، من وقت بناء الأهرامات لحد العصر المتأخر، تقدر تختار هتتجوز مين، تقدر تطلب الطلاق وتطلق، يعني initiate divorce، هي اللي تبتدي الإجراءات. لما بيحصل انفصال بتاخد أي حاجة جابتها البيت، المنقولات بيبقى فيه لستة. أيوه. وبعدين بتاخد تلت الملكية المشتركة معاها، يعني قبل الأمريكان ب4000 سنة. تلت الأملاك المشتركة غير المنقولات اللي هي جابتها. فده بيبقى حقوقها عند الطلاق. كانت تقدر تشهد في محكمة، كانت زي ما اتكلمنا قبل كده تقدر تبقى مالكة لعقارات وأطيان وبيوت. واحدة من زمايلي اللي نشرت بحثها في كتاب بتاعي بتشتغل على دير المدينة، اللي هو مجتمع العمال اللي بنوا أو اشتغلوا في المقابر الملكية في وادي الملوك، اسمها كاثرين جيبلر. فشغلها باين انه في دير المدينة في المجتمع ده البيوت كانت تورث للبنت، وزوج البنت يجي يسكن معاها في بيت أهلها، وبعد كده يبقى الملكية تنتقل للبنت وبعد كده لبنتها. فمن ناحية الملكية كانت هايلة جدا. تقدر تشهد في المحكمة وشهادتها معترف بيها. عندنا يعني كالرجل يعني شهادة المرأة شهادتها معترف بيها. وكان في مشكلة كبيرة قوي ان كان في المقابر الملكية سرقت وقبضوا على الجناة في عصر رمسيس التاسع. فعندنا نص المحكمة نفسها، نص البروسيدينجز كلها مكتوبة، كل الإجراءات مكتوبة فيها، كل الإجراءات وشهادة الشهود والعقاب ومين اتعذب عشان يقول حاجات ومين قال حاجات من غير ما يتعذب ومين كان سيح دهب، وكان في ناس كتيرة اتلطوا في الموضوع. فمنهم واحدة ست كانت شاهدة وشهادتها اعترفوا بيها تماما، يعني شهدت على ناس تانية كانوا سرقوا. فما فيش مشكلة في الشهادة خالص. وبعدين كان قادرين يشتغلوا برا البيت، والشغل برا البيت بيدخلهم دخل. بس للأسف ده جزء برضو من الكتاب بيكلم عنه، انه قبل كده العلماء اللي هم اغلبهم من امريكا واوروبا واغلبهم رجال من سن معين من عنصر معين، شايفين انه كل الألقاب اللي كانت عند السيدات في المعابد ألقاب شرفية مش حقيقية. إنما ما فيش حد في مصر كان بيعمل عمل تطوعي، كل حد بيعمل حاجة بياخد مقابل. فدورهم في المعبد موثق إن هما كانوا بياخدوا مقابل ليه، دورهم في صناعة الغزل والنسج، ودورهم حتى كمعددات، ودورهم ككاتبات. الكاتبة كانت بتقبض، كله كان بيقبض. وكان في كوافيرات كمان، عندنا صور من في المتحف المصري في الدور الثاني تابوت لملكة قاويت من الأسرة ال11، وعلى التابوت بتاعها من بره المساعدة بتاعتها بتملاها شعرها بتنفره لها. طب سؤال أخير في هذا الموضوع، أو في هذه النقطة على سبيل التحديد، مش ده مهم قوي إنه يبقى موجود في كتب التاريخ بالنسبة للأطفال عندنا في المدارس، الأطفال والكبار، ومش بس وضع المرأة، يعني عموما مصر القديمة بلد هايلة جدا. يعني ما كانتش ديمقراطية زي ما كلمنا، بس أول إضراب وأول اعتصام حصل في عصر رمسيس ال11 عشان ما كانش قادر يدفع للعمال اللي بنوا المقابر بتاعتهم. فالعمال اعتصمت لمدة شهرين، وبعدين عملوا مظاهرة بالمشاعر الليلية للضفة الشرقية عشان يروحوا يكلموا الوزير عشان ياخدوا المستحقات المتأخرة عنهم. كل حاجه الناس كلها لازم يعني تعرف. كل تلك التفاصيل اعتقد انها تبقى مهمه قوي بالنسبه لتلاميذ المدارس، يا ريت يعني مدارس وجامعات وكله. بس كل الناس بتبص على الحضاره على انها حضاره ميته، على انها كلها عن الحروب والمعارك. بس الناس هي المثيره للاهتمام اكتر كمان. لا يعني فعلا هي دي دعوه للاهتمام بهذا التاريخ الجميل جدا في المدارس، وايضا في الاعمال الفنيه، يعني تكراره في الاعمال الفنيه مهمه جدا. بمناسبه الاعمال الفنيه، ممكن بس اقول حاجه صغيره عن ازياء مصر السيده في مصر القديمه. ما كانش في طرح خالص، الطرح دي اليونانيين هم اللي جابوها لنا. ما كانش في غطاء للراس، كان في بواريك، كله كان بيلبس باروكه فوق الشعر
عشان يبقوا مهندمين من غير ما يتعبوا نفسهم كتير. انما ما كانش فيه تراح ولا اي حاجه، اليونانيين هم اللي جابوها.